معنا. اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا، مكملين معكم اجواء ببيروت والاجواء الاحتفاليه بامتياز، لانه الاعياد نهايه السنه، العطل، في كثير اشياء حلوه، والاشياء الحلوه لازم لها شيء حلو مع اور دايتيشن الاختصاصيه في الغذاء، واللي تقدم لنا كل اسبوع اشياء وتبس بعالم الغذاء. فانيسا غصوب اليوم موجوده، اهلا وسهلا فانيسا، شو الاخبار؟ ميري كريسمس، كل عام وانت بخير. ينعاد عليك بالخير. شو اليوم راح نفوت شويه بعالم الحلويات؟ اليوم شو بدنا نظهر من عالم الحلو تبع العيد. اوكي خلص، يعني حكينا كثير عن حلو العيد، هلا صار وقت نشوف الحلو الدايت. داكور نو الو، اليوم رح نحكي عن حلو الدايت بطريقه هيك مميزه. لا ماشي ماشي حاله، بس هلا بيعطونا الريتور تنسمع شوي، نسمعك ونسمع بعض. هلا اليوم نحن عندنا شيف كمان عم نعمل كومبيتيشن صغيره. اكزاكتومون، بس انتم بدي المشاهدين وكل المستمعين علينا، وانت بلال ما تقارنوا كثير الشكل، نقارن الطعمه، ونحن بدنا نقارن المحتوى. يعني خلينا في كومبيتيشن اليوم. خلص ما بقى في بالنسبه لإلي، يعني اليوم رح نرجع على الدايت للولاد وللكبار. داكورد، يعني بعد ما اخذتوا لكم شيء 3 طن من الكالوريز في فتره الاعياد من لي ديفيرونت بوش الموجوده، وراح هلا ندوق. واو، بوشز بعقده من عند فوندوم كيترينج، راح تشوفوا كل هيدا مع ميشيل نادر من الفوندوم، تفاصيل بعد قليل. الوغ اليوم شو راح نفوت نطبخ؟ اليوم حنحضر مع بعض كومبيتيشن. هلا انت بدك تساعدني، بنكون 2 ضد 1. يلا ديفينتلي. يلا قولي لي فانيسا شو في عنا؟ بدنا نعلمهم عن تيراميسو. التيراميسو من اهين انواع الديزرتس يلي بتنعمل. اوكي، بس لازم ننتبه وقت بدنا نعملها دايت او خفيفه الدسم، لانه ممكن الكريمه ما تجمد. اوكي سو ذاتس وات وير دوينج، دايت فيرسس ريجولر، مين رح يربح؟ هات لنشوف. هلا ثاني سلايد ببين عنا الريسيبي، بس انا رح بلش انا وياك بلال، تعال ساعدني. يلا here we go. Yeah. نحط البسكتس بالكعب. So okay. We have to cut them because we have small pots or small containers. قطعون يعملوا لي اثنين لإلي. اوكي. So بنحط البسكتس في القاعدة من تحت. صح، هلا يوجوالي فينا نغطس، ما بعرف عم يسمعوني. ايه عم يسمعوا. اوكي فور شور. فينا نغطس البسكت ليدي فينجرز جوات الكوفي، يعني هي نحن دوبنا هون بكباية مي. اوكي. ملعقة كبيرة من الانستنت كوفي، القهوة السريعة الدوبان. خلصت؟ تقريبا ما هي. سو هلا بدل ما نغطس، لأنه ما معنا كرمال نجوي وهيك، سو رح ندغري نحطهم دلق. هات لنشوف. زينا الدنيا. هيدا كوفي. دلينا الدنيا يا مصطفى. وينو وين. هلا فوالا، ابتيب اعلى، حطيت كثير. زيت سو ماتش، اتس اوكي بس. عادي. من بعد هيك بدنا نحط 1 لاير اوف الكريم. هلا الكريم كيف حضرتها؟ حطيت لايت ويبت كريم، ويبت كريم دايت من السوق بتنشرى. اوكي. وزدنا لها السكر، هي السكر تبعها جواتها بيبقى قليل، ما فيها سكر، يعني فيها اسبرتام، فيها محلي اصطناعي، سو هون ما بنزيد، بس اذا جبنا كريمه بلا سكر بدنا نزيد لها سكر. بدل السكر نحن بنحط سبلندا او الارتفيشال سويتنر اللي بيجي من السكر، يعني مش الاصطناعي المأذي. سبلندا او نيفيلا سكرالوز. صح. رح بلش انا، رح احط 1 لاير، رح اعطيك لتحط يور لاير. هلا انا وياك بدنا نتعلم من الشيف اللي عم يطبخوني، بس نحن اكيد عم نفرج المشاهدين شيء بينعمل بالبيت. هين مش 5 ستار اوتيل، ما هي حلو. لا اللي بيكون الطبخ البيت بيكون دائما اطيب. وهون حطينا الكريم بالمولينكس بالمكنة الخفق السريع، ولازم لمدة 4 دقايق تقريبا ضلنا نخفقها لتجمد. هيدي فيرست لاير. هير وي جو. انا رح كفي حط سكند لاير اوف بسكت. كمان حطيت نص ملعقة فانيلا صغيرة بالكريم. اها. وجبنة التشيز. يوجوالي بيستعملوا الماسكاربوني تشيز يلي كثير كثير فيها فات. نحن اليوم مستعملين سبيرتبل تشيز خفيف الدسم. هلا رح نشوف بالسلايد قد ايه في فرق بين خفيفة الدسم والعادية. إذا بتريد خلص ما تقربي. لا ما
هيك بتاعك عشان هيدا كمان بنحط من فوق ياه هيك خلصته كله رح نجرب نكمل اثنين اتليست اوكي خلصي بس تبعه لحد شوي صغيره اكشلي اترك لك شوي لك ما تغشك لا لا بدنا نقول قد ايه فيها كالوريز البورشن نحنا كان لازم نلبس جون اكيد بس هلا على العجله ما لبسنا جون اوكي مشاهدين تبعونا واخدين فاكسين فكله ماشي نشيل كل الذهب من ايدينا سو تو لايرز وفينا نعمل 1 لاير اكيد هي المفروض تكون توب لاير سميكه ليبطل مبين بسكويت خلص قضيت على الكريمه سو يو دونت جيت اوكي من بعد هيك كمان نرجع بنحط شوكولا على الوجه هلا كان فينا ثاني لاير كمان نحطها بالقهوه نحن عملنا لاير مع قهوه لاير بلا قهوه هلا فينا اثنيناتهم نحط فيهم قهوه اكيد وكان محبز اكثر رح حط عندك وعندي ما رح حط اوكي بيكوز ذا بسكيت ستيل شو فوالا اوكي واخر شيء فوق الكريم بدنا نحط شوكليت هيدا شوكليت بودرة بلا سكر أطيب okay. حتى جوات القهوة ذوبناها حطينا شوية سكر شيء كتير بسيط لتضل مرورة القهوة طيبة ما هيك؟ That's it سريعة هينة بدي ارجع بس على سلايد شوز بعمل فوالا هير وي جو بدي ارجع على سلايد شوز نرجع نشوف سلايد شوز ونشوف الريسيبيز حطونا سو حطينا 1 كاب اوف بويلينج مي مغليه حطينا قهوه مثل ما قلنا ملعقه كبيره نص كبيت شوجر سكرالوز حطينا باك ليدي لايك فينجرز في ناس بيستعملوا ديجستيف في ناس بيستعملوا قصدي البسكويات اللي بيكونوا فيهم دسم اكثر انا هون مستعمله اخف شيء اللي هو الطبيعي اللي بنستعمله للتيراميسو حطينا فات فري كريم تشيز علبه بون باكج كبيت لو فات ويب كريم هيدي اللي قلت لكم عنها بنلاقيها بالسوق انستريتند كوكو باودر محطوطين ليمون جوس انعصر عصره حامض جوات الكريم ليبطل فيها زنخه وبراندي هلا البراندي اكيد اوبشنال بس بيعطي طعمه كثير طيبه Next slide بعد عنا no optional for us. Okay. Hey, شو هلا؟ هلا بدنا ندوق؟ قبل ما ندوق بدنا نشوف أول شيء إذا الشيف رح يفرجينا قبل أو نحن رح نفرجي قبل ال احنا نفرجي سلايد خلينا نرجع على السلايد بدي فرجي كومباريزن للأشخاص هلا بعدين رح نشوف بعدين رح نشوف مع الشيف قد إيه طيبة البيس تبعه بس بكل الأحوال هيدا ذا فايت وي تشوز ذا وينر يعني هون في عنا ما بعرف اذا مبينين عليك بلال بس انا حافظتهم الكالوريز تبع العشمي اللي هي ريجولر فيرجن تقريبا 300 كالوري بالبورشن اللي بتجي هالقد اوكي 1 بول هلا الدايت فيرجن فيها 114 يعني هون وي ار سيفينج حوالي ال 50% كالوريز بمجرد استبدلنا الاصناف خاصه السكر والويبت كريم اوكي هلا البرمه الثانيه اللي تحت بتفرجي قد ايه في فات الفات في تقريبا 14.7 جرامز من الفات 14.7 جرامات فات بهيدا الكوب اذا كان عادي وفيه جرام او 0.7 جرام وقت بصير دايت يعني ليك الفرق هيوج هيوج ديفرنس واو بالكالوريز بالنهايه بنكون عم ناخذ سناك صحي وفيه بروتين وما فيه سكر وبيمشي للسكري وبيمشي للولاد تري بيان اكسلون سو هيدي اخر شو؟ اخر سلايد هير وي جو خلينا نشوف ليتس جو فور لاست سلايد اوكي دائما انا بحط لهم اياها هيدي سو اف اني ون هاز كويستشنز فيهم يحكونا هو الكونتاكت انفورميشن تبعنا اون لاين سوشيال ميديا اف يو هاف اني كويستشنز وي جوت ذا انسرز ديفينتلي فولا فولا هيدي كانت الطريقه الصحيه اللي هي الدايت لتعملوا تيراميسو هلا بنشوف ماسترز اوف كيترينج اند سويتس اللي هم فوندون كيترينج اللي جابونا اشياء كثير حلوه راح ندوقها انا وفانيسا وي جونا جوين ساشا بعد قليل تفضلي ساشا